تحية خالصة لكم، لقائنا متواصل ومستمر، كنرحبوا بالجميع. أرقامنا الهاتفية مفتوحة لكم أجل التواصل 0522 46 52 أو 51 أو 52، أيضا 0522 88 0060 ولا 61 ولا 62. مرحبا بكم، مرحبا بكل الأسئلة ديالكم. ودائما حاضر معنا مشرفنا الأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. غنمشيو مباشرة ناخذ معنا لالا زهور من الدار البيضاء. صباح النور لالا زهور. السلام عليكم. الله يعطيك الصحة، هادي من التليفون نقبت معك ما شاء الله. الله يسعدني الحظ. مرحبا أستاذ أحليمي، لقيتيني تنعمر في مطيشة في القلاع. ما شاء الله ما شاء الله. وملي قلتي هاد البيفي أنا نجيب لك مطيشة معمرة في القلاع ونحطوها حتى هي. وأنا نجيب لك واحد الحاجة، نجيب واحد الحاجة لالا أمينة، حنا أنا يلا ساليتهم البارح. مرحبا. والله الا دابا هادي مسافر وتنوجدها لبناتي مع الخدمه ما تيساليوش، هذا قلت لهم تيلا هذا ديروا فيه البيض والمطيشه. مرحبا مرحبا. نقول لك الطريقه سد احليمي واش هذه الصحيه اللي تندير. دابا تنقط مطيشه تنقطعها وتنديرها خلاص في الطيب، ملي تطيب تنطحنها مزيان حتى تتولي كي البيغي، تنصفيها من ديك القشيره الرقاق وتندير فيها الثومه شي عرفتي 2 كيلو، تندير فيها ديك الضرس الكبير تنحكو فيها وتنقبط وتندير فيها زويته بلديه وتنخليها طيب ونقص عليها العافيه تتولي خلاص بحال ديك مطيشه الحك. واش صحيه هاد الطريقه اللي تندير فيها الثومه وتنطيبها ولا لا؟ وعلى قضيه الخبز، حنا راه شحال دينا الخبز للفران، راه سنين وسنين حنا كنا الله يرحمهم والدينا علمونا ديك القضيه. عمرنا حنا ما عشنا في الايامات ديالنا في الصغر، ما عمرنا ما جلسنا ما فطرناش بالخبز، ما ضروري ديك زويته بلديه زوينتنات بلديين كحل، وهذا هو باش كنا عشنا الساده حبيبي. ودابا انا بناتي والله الا في الصباح تنوض في الفجر تنعمر لهم ديك البراد خلاص فيه خلاص شحال من حاجه، وتندير لهم خبيز ديال الدار من غير هذيك البنيته اللي قلت لك فيها خلاص فيها القول. دابا الحمد لله شويه لاباس، هي ما تاكلش السكريات نهائيا، هي ما عندهاش مع السكريات، ولكن الخبز بالخميره البلديه اللي والو عييت معاها باش شوف غادي شوف غير شويه بشويه لالا امينه، غير شويه بشويه. انا نعطيك واحد النقطه راه مرحبا لالا زهور. مرحبا مرحبا جو مرحبا بكل فرحه. تفضل. مرحبا. شوفتي ابرك لاله. مرحبا بك لاله زهور. شوف انا قلت مع الدراري الصغار مشيو معاهم شويه بشويه، الخميره مي تكون عندك فختي فيها وتكون واجده مزيان حاولي ديري خميره بزاف، الخبز غير شويه، واعطيهم خبز تكون مخمره واحد ساعه ونص ساعتين، ماشي ديال 3 سوايع 4 سوايع، هذه يعني مساله مهمه بزاف هذا الاتجاه. ونهار نبداو نقطعوا لهم الحلويات الشعيرات الدمويه ديالهم كتبدا تنقى والجهاز العصبي ديالهم كيولي يفهم انه خصو يتعامل مع قصر مذاقات مع الحلول مالح المر الحامض، هذه مساله مهمه بزاف. غنبدا بالنقطه الثانيه ومن بعد نرجع للنقطه الاولى. النقطه الثانيه فيما يخص هذاك اش نقول لكم الوصله الفران الفرناتشي، هنا كان عندنا واحد المساله، كان عندنا الحمام مع الفرناتشي مع الطنجية، هادو كانوا ديما مع بعضياتهم، حتى أن هادو ناس اللي هضروا على الثقافة المغربية وصنفوها هي الأولى في العالم راه جاو للمغرب، جاو للمغرب ومشاو داوهم المغاربة للحمام في مراكش وعطاوهم الطنجية وقالوا لهم مادام نتوما راكم في الحمام الطنجيه راه كطيب في الرماد ديال الحمام. شوفوا هذه المنظومه ديال فرناتشي فران الخبز الوصله، هادشي هذا ثقيل اختي سكينه. كاين دابا دي فيلاج في بعض الدول اللي كتمشي كتعيش هادشي هذا وكتحط اموال طائله، اموال طائله. انا شفتو دي زيميسيون راه كيمشيو في هذا الاتجاه هذا، كتمشي كتعيش كأن ما كتشوفش بعدا السيارة، ما كتشوفش هاتف، ما كتشوف. وهاد السياحة غادا تولي، غتولي هاد السياحة تدخل واحد القرية ما كاين ويفي ما كاين تليفون ما كاين سيارة حتى حاجة، ما تفكرك بهاد القرن اللي حنا كنعيشو فيه، وكيولي الإنسان كيحس بواحد الراحة منقطعة النظير. وهاد السياحة عقلوا عليها لأن كاين الآن دابا غتولي الانسان يدخل واحد المكان يعيش في واحد الحقبه وحده اخرى.
فاحنا كان عندنا داك الجو ديال الحاره، الجو ديال الحومه، الجو ديال الفرناتشي ديال الفران. انا باقي الان دابا واحد السؤال ما لقيتلوش جواب، كيفاش اختي سكينه مول الخبز اللي كان كيطبخ في الفران ديال الحومه كيفاش كيعرف الخبزه ديال كل واحد؟ انا هذا سؤال باقي محيرني الان. شحال من واحد في الحومه، كل واحد بالوصله ديالو، وما كتلقاش يعني كتلقى العام كامل واحد جوج الاخطاء ولا ثلاثه، كل واحد كيدي الوصله ديالو. عندك ثلاثه كدي ثلاثه الخبزات، عندك اربعه كدي اربعه الخبزات. هذا السيد كيفاش كان كيعقل على الخبز ديال الناس؟ هذا راه فيه خص دراسه، هذا عقل ليس بعقل، هذا عقل سمارت، هذا ماشي عقل عادي. وبالتالي بعد مره كنمشيو للسمارت لشي حاجه هذه وكننساو السمارت اللي كاين في الانسان. يعني بلا قادرين على ان نسوي بنانه. شوف غيدك، شوف غير، شوف السمارت الحقيقي الرباني. لان راه كاين الذكاء الطبيعي، كلشي كذا الذكاء الاصطناعي، ما نساوش الذكاء البيولوجي، الذكاء الطبيعي خصنا ننميوه. واخا هذا فيما يخص هذه. نعم جيد جدا اختي للزهور، يعني فريمون التشبث ديالك بهذه المساله وزرعيه في وليداتك هذا امر كنشجعك عليه صراحه. وسبحان الله العظيم حتى من الله سبحانه وتعالى مكتب لك انك تدوزي معنا البارح وتدوزي معنا اليوم من اجل هذه المشاركه ديالك اللي كتعطي موتيفاسيون اللي بزاف المغاربه نتمنوا ان شاء الله تما يتقاسموا معنا. فيما يخص الطماطم، هضرنا على لي فوند بيتزا ديال الوليدات حتى هما يكونوا في الفريغو. طماطم نعم حتى انا يلاه ساليناها البارح. هاد الطريقه اللي كديري طريقه جيده جدا. انا نقترح عليك غير ديما القريعه، تقدر ديري قريعه من السمسه بحاجه، قريعه من سبب الثومه، وكاينه حتى البازيليك حتى الحبق. الحبق جميل جدا. ربما الناس ما يعني ما يعرفوناش علاش كنهضروا، كنهضروا على صلصه الطماطم اللي كنوجدوها دابا. خصكم تعرفوا دابا راه غطيح الشتا الاولى، غطيح الشتا الاولى الطماطم غتبدا تغلى وتبدا تنقص حيت الموسم ديالها غيمشي. شنو غديروا؟ غتمشيو غتجيبوا داك الطماطم اللي كاينه دابا، داك الطويله كتكون ملحمه وجيتوز، ملحمه وفيها الماء وبنينه دايوغ، راه هي اللي كديروا في لاصالاد كيجي مذاق ديالها جميل. هذيك غتجيبوها غتحيدوا لها هذاك طريبيش الخضر بالموس، غتقسموها على اربعه ولا على خمسه ولا على سته، ديروها في واحد الطنجره خليوها طيب، ما تضيفوا لهاش الماء، نقصوا عليها العافيه وخليوها طيب على عافيه مهيله. كتطلق هي داك الماء ديالها باش ما كتحرقش، عافيه مهيله ضروري، كتطلق هذيك الماء ديالها. دايوغ هادشي انا شفت برنامج في البرازيل عندهم اسبوع كامل كيصاوبوا في حيت مع الدول كيلعبوا بماطيشه. البرازيل عندهم اسبوع كامل كيصاوبوا، يعني عندهم اسبوع في السنه، في السنه هذه ثقافه في السنه. فقلت انايا كتقطع تحط في واحد الطنجره، نقصوا العافيه نزيدوا لها مليحه ونغطيوها. عيدنا لها غير هذيك الطريبيش الخضر اللي كتكون شاده فيه، وكتبقى طيب على خاطرها. مي كنشوفوها طابت كنميكسيوها، كتميكسها مزيان، من بعد كنصفيوها. مني كنصفيوها داك القشيرات من الزريعه، ونشريو هذاك البوكال، نشريو دوك القراعي يكونوا كيتسدوا مزيان، ونبداو نعمرو فيهم. وهذيك الطنجره اللي طيبنا فيها نديرو فيها الماء، ونديروا واحد التوب لتحت ديما باش ما تكحلكمش، رميو معاها واحد حامضه ولا نص حامضه، وديروا واحد التوب باش ما يكونش قايس هذاك المعدني قيس هذاك الزاج. زيروا داك الغلاقات مزيان، حطوهم شعلوا العافيه واحد نص ساعه تقريبا كيتعقموا، وكنخليهم حتى كيبردوا ما نقيسوش فيهم. وممكن تصاوبي 100 قرعه، ممكن تصاوبي 200، عمري بيت الخزين ديالك. لا غتحتاجيها في رمضان، لان الدراري غنديروا لهم هربل بعد ماطيشه، غنديروا لهم الشوربه ماطيشه، غنديروا لهم الحريره ماطيشه، غنديروا لهم بيتزا ماطيشه، كما قالت الاخت زهور غنديروا لهم بيضو ماطيشه ماطيشه. هذيك ماطيشه كتكون عندك انت داكشي اللي كتحتاج العام كامل، ومع الوليدات حتى هي جوكر مع الوليدات. ونسموها حتى بالحبق البازيليك. دابا الحبق راه عند الناس راه غير في البالكون. الحبق دابا هذا الوقت عاد يطيح الزريعه، هذيك الزريعه جمعوها ولا خليوها غير في ذاك البو، راه عاوتاني كتعاود تنوض. هذيك الحبق حيدوه وزيدوه مع الطماطم دايوغ من غير الطياب. سبحان الله، الحبق مي كنزرعوه في لوشون في الحقل، هذا الطماطم كتجي بنينه وكيبعد منها حتى الدوده، وكيبعد منها حتى الحشرات اللي كتقيش ماطيش. هذو كيتسموا لي بلونت كومباني. فهادشي جميل جدا اننا نشوفه، يعني الحمد لله مستمعين في هذا المستوى عالي جدا ما شاء الله. تبارك الله عليك لاله زهور. شكرا لك استاذ لاله خطيك، وناخذوا معنا بسرعه وبعجاله سي حميدو من الرشيديه. صباح الخير يا سيدي.
صباح الخير لاله سكينة، والشكر موصول للاستاذ الدكتور ديالنا سيدي حليمي الله يطول عمره. الله يكرمك سيدي سي حميده، مرحبا، جزاك الله خير، وما كرهناش تزورنا في الرشيديه لا حوايجنا ان شاء الله. سي حميده شوف زرناكم، شوف زرناكم ودرنا دورة تكوينية من أعظم الدورات التكوينية، وغنعاودو نزوروكم إن شاء الله بيك. مرحبا مرحبا سيدي الرشيدية، كاملة فرحت بكم، بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ودير سيدي حميد وحفظك الله. أخي بخير والله، ما كرهت نشوفك سيدي وأقبل يديك. الله يكرمكم الصراحة، الله يكرمكم الله يكرمكم الله يكرمكم الله يكرمكم ودير سيدي حميد، الله يكرمكم. تتكرمون سيدي الكريم، تتكلموا عن الخبز، حنا في المنطقة راه تنقولوا الخبز ماشي الخبز. أييه هذا الترم ديالنا حنا في مدغرة، راك واقيلا انت عارف المنطقة. وي وي تنقولوا الخبز يعني ما شاء الله. الله يبارك فيك. يعني بالنسبة للموز السكر شحال، واش يعني شحال خصو ياكل في الخبز؟ واش ما واخا عليه ما سميتوش واخا؟ شحال عندك الخزانة سي حميد؟ شحال عندك الخزان؟ ما نكذبش عليك، مش حال هذه ما شعبرت. لا أيه. نعم واخ واخ واخ، نوجهك ان شاء الله. نعم سيدي نوجهك ان شاء الله. مرحبا سيدي سي كل فرح، مرحبا. شكرا سيدي الكريم، الله يطول عمرك سي حميد وعلى خيرك، بارك الله فيك ان شاء الله. مرحبا مرحبا سيدي، ما بقاش معنا الوقت كثير استاذي، بعجاله جات على خاطرك تفضل. بعجاله ان شاء الله. غير سي حميد كنحيي لان ماشي اول مره كيتصل بنا، انا عقلت عليه يتصل بنا مرات ومرات. شوف مرضى السكري، الخبز ديالكم شنو غديروا له؟ خميره بلديه النخاله، كيهبط الاندكس غليسيميك. الا هبط الاندكس غليسيميك كتولي مثلا، حنا غنفترضوا تكون على تاخذ مثلا 30 غرام، تقدر تاخذ 60. علاش؟ لان الاندكس غليسيميك ما كيكونش 100، الا خديتوا الخبز بلا نخاله بلا خميره بلديه كيكون 100 بحالو بحال المحلي. بالحق الا درتوا خميره بلديه ودرتوا النخاله كيهبط اللامواتي، معنات انك ممكن تاخذ الكميه اكبر. فديروا الخميره البلديه وديروا النخاله، لما لا زراره حبه حلاوه ونافع، كيكون عندنا حريه اننا ناخذوا كميه اكثر. مرحبا، شكرا جزيلا لك استاذي لاله خطيك، وان شاء الله اكيد انه الموعد متجدد بك باذن الله صبيحه يوم الاثنين، عواشر مبروكه ونهايه اسبوع موفقه. شكرا جزيلا لك لاله خطيك، بارك الله فيك. كان معنا مشرفنا بطبيعة الحال الأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية.